الحين حلاب، قلنا انه جيرم سيل اللي هي الاووسايت والسبرم undergo chromosomal changes and morphological changes to be ready for fertilization. طبعا طلاب هذه هي المحاضرة الرابعة واللي راح نحكي بيها عن الفيرتيلايزيشن. الفيرتيلايزيشن طلاب هي the process by which the female and male gamete they fuse together. It occur in the ampullary region of the fallopian tube. طبعا بهاي البروسيس من راح يتحدون الميل اند فيميل جاميت they will fuse to form a new organism اللي هو الزايغوت. طبعا قلنا طلاب انه بهالوقت هذا من السي اوفيوليشن راح تكون الطبقه الداخليه من اليوترس اللي نسميها الاندوميثيليوم، الجلاند بيها تورتشوس جلاند there is thick connective tissue of the mucosa، راح يكون عندنا اديما وثيكنينج بالجلاند فور دي، طبعا هذا كله تو بريبريشن فور دي فور ذا امبلانتيشن. فعدنا بهالاثناء طلاب الماتشور جرافيا فوليكل راح يصير بيها ربشه وتطلع الاووسايت مع الخلايا حواليها وتدخل الى الامبولاري ريجن. بالامبولاري ريجن طلاب راح تبقى فتره فور فيرتيلايزيشن. فقلنا انه طلاب السبرم يبقى alive for about 24 hour in the female reproductive system قبل fertilization ويمر بالفاجينا الى اليوترس وبعدين يدخل الى داخل اليوتراني تيوب او الاوفيدكت. يبقى بس لازم يخضع لعدة تغيرات. التغيرات اللي يصيب السبرم طلاب حتى يصير ready for fertilization انه يصيب له capacitation ويصيب له الاكروسومال reaction. طبعا كباسيتيشن انه البروتين ميمبرين طلاب راح والبي ريموفد وهاي طول حوالي 7 ساعات ان دي هيومن. عندنا الاكروسومال رياكشن هو انه تظهر في اوبننج صغيره بالوول مال الاكروسوم، والاكروسوم قلنا هو عباره عن كفرينج للانتيريال هاف اوف ذا هيد اوف ذا سبرم. هذه من راح يصير اوبننج راح تسمح للانزيمات انه تمر من الاكروسوم، وهذه راح تعمل بنتريشن للكورونا رادييتا. طبعا طلاب كلش واضحه الكورونا رادييتا وايضا الزونا بيلوسيدا هذا الاسيدوفيليك سبستانس الحوالين الاووسايت. حتى يخترق السبرم يجب ان يصيب له كاباسيتيشن واكروسومال رياكشن. الفيرتيلايزيشن ريكواير 24 اورز تو اوكر. طبعا اشون يصير الفيرتيلايزيشن؟ اول شيء لازم يصير بنتريشن من قبل السبرم الكورونا رادييتا. طبعا حوالي 200 الى 300 مليون من السبرم تدخل الى داخل في الجينيتال سيستم، بس احنا نحتاج سبرم واحد فور دي فيرتيلايزيشن. هذا السبرم لازم يخترق الكورونا رادييتا بفعل الاكشن مال الانزيمات اللي تتحرر من الاكروسوم، وايضا بواسطه الانزيمات اللي موجوده بالتيوب اللي هي الفالوبيان تيوب بالميكوزا مالتها، فد انزيمات ايضا تساعد على هالبنتريشن. Number two, there is penetration of the zona pellucida. Zona pellucida طبعا طلاب هي الأسيدوفيليك سبستانس اللي هي glycoprotein واللي هي كلش مهمة للنيوتريشن of the oocyte. فالسبرم المفروض يخترق الزونا بلوسيدا بفعل الإنزيمات اللي تتحرر من الأكروسوم اللي فوق الهيد of the sperm. Once the sperm touch the zona pellucida, it is firmly attached to the oocyte and penetrate it rapidly. شوف كلش واضحة طلاب بالفيجر هذه انه البنتريشن اول شيء مال الكورونا رادييتا وبعدين من الزونا بلوسيدا، وشون يخترق السبرم ويدخل الى داخل الاووسايت. بعد ما يدخل السبرم راح يصير فيوجن بالسبرم والاووسايت سيل ممبرين. هذا السبرم من يصير تشت الاووسايت للتو بلازما ممبرين راح يتحدون الهيد والتيل مال السبرم، راح يدخلون الى السيتوبلازم والسيل ممبرين مال السبرم راح يكون ليفت ويترك خارج الاووسايت سيرفيس. طبعا طلاب as soon as the sperm enter the oocyte فالزونة بلوسيدا والاووسايت membrane will become impermeable to the other sperm. يعني احنا ممكن ما يجي sperm يعمل penetration للاووسايت، فقط when sperm نحتاجه والبقية راح يصير بهم degeneration death. هذه نسمينه cortical and zone reaction انه يصير impermeable الاووسايت membrane وايضا زونة بلوسيدا impermeable to the other sperms. More of
Moreover, the oocyte will finish the second meiotic division immediately after the entry of the sperm. من يصير طلاب الفرتلايزيشن راح ينتهي السكند ميوتيك ديفيجن بهالاثناء هذه. طبعا عندنا الفيميل هوني العفو الاوسايت راح تصير فيزيكولار ستراكشر فيزيكولار نيوكليس ويسميها فيميل برو نيوكليس. ايضا السبرم دخل داخل السيتوبلازم مال الاوسايت وهوني راح يمر الى الفيميل برو نيوكليس يصير قريب منه. التيل مال السبرم راح يصير بينه ديجنريشن والهيد راح يتضخم ويكون لنا الميل برو نيوكليس. هوني التو برو نيوكليس الميل والفيميل راح يصير ابروتش ايتش اذر وان كونتاكت ويصير ريبليكيشن بالدي ان اي وهوني الزايجوت راح يكون 46 دبل ستراكشر من الكروموسوم وايضا 4 ان دي ان اي. طبعا هوني من تكون طلاب الزايجوت راح نشع بانه الزايجوت راح يمر بهالنورمال راح يصير نورمال نمبر من الكروموسوم ونورمال دي ان اي ونسمي الزايجوت هذه بهالمرحله 2 سيل ستيج زايجوت.